نظم الدرر السنية في السير الزكية، ألفية السيرة النبوية، نظم الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمه الله. يقول رجيما إليه المهراب عبد الرحيم بن الحسين المذنب، أحمد ربي بأتم الحمد وللصلاة والسلام أهدي إلى نبيه وأرجو الله في نجح ما سئلته شفاها من نظم سيرة النبي الأمجاد، ألفية حاوية للمقصاد. وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، والقصد ذكر ما أتى أهل السير به، وإن إسناده لم يعتبر فإن يكن قد صح غير ما ذكر ذكرت ما قد صح منه واستوطر. أسماؤه الشريفة صلى الله عليه وسلم: محمد مع المقفي أحمد، الحاشر العاقب والماحراد، وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلم وبنبي التوبات، وفيه أيضا بنبي الملحمة، وفي روايات النبي المرحمة طه وياسين مع الرسول، كذاك عبد الله في التنزيل، والمتوكل النبي الأمي، والرؤوف الرحيم أي رحمي، وشاهدا مبشرا نذيرا، كذا سراجا صل به منيرا، كذا به المزمل المدثر، وداعيا لله والمذكر، ورحمة ونعمة وهذه وغيره تجل عن تعدادي. وقد وعى ابن العربي سبعه من بعد ستين، وقيل تسعه من بعد تسعين، ولابن دحياة الفحص يوفيها ثلاثمائات، وكونها ألفا ففي العارضات ذكره عن بعض ذي الصوفيات. ذكر نسبه الزكي الطيب الطاهر صلى الله عليه وسلم: وهو ابن عبد الله عبد المطلب، أبوه وهو شيبة الحمد نوسب، أبوه عمرو هاشم، والجد عبد مناف بن قصي زيد، ابن كلاب أي حكيم يا أخي، وهو ابن مرة بن كعب بن لؤي، وهو ابن غالب أي ابن فهر، وهو ابن مالك أي ابن النضر، وأبوه كلالة ما أبركه، والده خزيمة بن مدركه، وهو ابن إلياس آي بن مبارا ابن نزار بن معد لاميرا، وهو ابن عدنان وأهل النساب قد أجمعوا إلى هنا في
الكتب وبعده خلف كثير جم أصحه حواه هذا النوم عدنان في القول الأصح ابن أودد وبعضهم يزيد حدا في العدد بينهما وأوداد والده مقوام ناحور بعد جده وهو ابن تيراح آي ابن يعروب وأن يعروبا هو ابن يشجوب وهو ابن نابت وإسماعيل أب له وجده الخليل إبراهيم بن تاراح أي آذار وهو ابن ناحور وهذا آخر وهو ابن شاروح بن أرغفال أب له ابن عبار بن شالخ وهو ابن أوفخشذ أبوه سام أبوه نوح صائم قوام وهو ابن لامك ابن متو شلاق ابن خانوخ وهو فيما وذيخ إدريس فيما ذا عام يرد أبوه وهو ابن مهليل ابن قينا يعقوبه يانيش شيث أبوه ابن آدم صلى عليه ربنا وسلم أما قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون النضر وأمه آمينة والدها وهب يلي عبد مناف جدها وهو ابن زهرة يلي كلاب وفيه مع أبيه الانتساب ذكر مولده وإرضاعه صلى الله عليه وسلم وولد النبي عام الفيل أي في ربيع الأول الفضيل ليوم الاثنين مباركا أتى لليلتين من ربيع خلتا وقيل بل ذاك لثنتي عشرة وقيل بعد الفيل ذا بفت رب أربعين أو ثلاثين سنة ورد ذا الخلف وبعض وهانة وقد رأت إذ وضعته نورا خرج منها رأت القصور قصور بصرى قد أضاءت ووضع بصره إلى السماء مرتفع مات أبوه وله عمان وثلث وقيل بالنقصان عن قدر ذا بل صح كان حملا وأرضعته حين كان طفلا مع عمه حمزة ليث القوم ومع أبي سلام مات المخزوم ثويبة وهي إلى أبي لهب اعتقها وإنه حينا قال هلكا رؤي نوما بشر حيبه لكن سقي بعتقه ثويبه وبعدها حليمة السعدية فظافرت بالدرات السنية نالت به خيرا وأي خير من ساعة ورغد ونير
فقام في سعد بن بكر عندها أربعة الأعوام تجني سعدها. وحين شق صدره جبريل قافت عليه حدثا يقول، ردته سليما إلى آمينات وخرجت به إلى المدينة تزور أخوالا له، فمرضت رجيعة وقبضت فدفنت هناك بالأبواء وهو عمره 6 سنين مع شيء يقدر ضابطه بمئة أياما، وقيل بل 4 أعواما. وحين ماتت حملته باركة لجده بمكة المباركة، كفاله إلى تمام عمره 8 ثم مضى لقبره. ذكر كفالة أبي طالب له صلى الله عليه وسلم. أوصى به جده عبد المطلب إلى أبي طالب الحام الحاجب، يكفله بعد فكانت نشأته طاهرة مأمونة وائلته، فكان يدعى بالأمين ورحل مع عمه للشام حتى إذ وصل بصرى رأى منه باحيرا راهب، ما دل أنه النبي العاقب. محمد النبي هذه الأمة، فرده تخوفا من ثم من أن يرى بعض اليهود أمره، وعنوه إذ ذاك 10. ثم مضى للشام مع ميسرات في متجر والمال من خديجات من قبل تزويج بها، فبلغ بصرى فباع وتقاضى ما بغى. وقد رأى ميسرات العجائب منه وما خص به مواهبا، وحدث السيدات الجليلة خديجة الكبرى فأحصت قيلة، ورغبت فخاطبت محمدا، فيا لها من خطبات ما أسعدا. وكان إذ زوجها ابن خمس من بعد 20 بغير لبس. قصة بناء الكعبة. وإذ بنت قريش البيت اختلف ميلاههم تنازوا عن حتى وقف أمرهم في من يكون يضع الحجر الأسود حيث يوضع، إذ جاء قالوا كلهم راضين لوضعه محمد الأمين، فحط في ثوب وقال يرفع كل قبيل طرفا فرفعوا. ثم تأودع الأمين الحجر ما كان هو قد رضوا بما جرى. بدء الوحي. حتى
حتى إذا ما بلى والرسول الأربعين جاءه جبريل وهو بغار بحراء مختل فجاءه بالوحي من عند العلي في يوم الاثنين وكان قد خالت من شهر مولد ثمان إن ثابت وقيل في سابعي عشر رجب وقيل بل في رمضان الطيب قال له اقرأ وهو في المرار يجيب نطقا ما أنا بقاري فغطاه ثلاثة حتى بلغ الجهد فاشتد لذاك وانصاب أقرأه جبريل أول العلق قرأه كما له به نطق وكون ذا الأول فهو الأشهار وقيل بل يا أيها المدثر وقيل بل فاتحة الكتاب والأول الأقرب للصواب جاء إلى خديجة الأمينة يشكو لها ما قد رآه حين فثبتته إنها موثقة أول ما قد آمنت مصدقة ثم أتت به هيتاء وراقة قص عليه ما رأى فصدق فهو الذي آمن بعد ثانية وكان برا صادقا مواتيا والصادق المصدوق قال إنه رأى له تقضى في الجنة قدر إقامته بمكة بعد البعثة أقام في مكة بعد البعثة 13 بغير مرية وقيل عشرا أو فخمس عشرة قولان وهنوهما بمروة فكان في صلاته يستقبل بمكة القدس ولكن يجعل البيت من بين يديه أيضا فيما أتى تطوعا أو فرضا وبعد هجرة كذا للقدس عاما وثلثا أو نصف سدس وحولت من بعد ذاك القبلة لكعبة الله ونعم الجهة ذكر السابقين للإسلام من الرجال ابن أبي قحافة قال به حسان في القصيدة وعدة من الصحابة الأولى وفوا وتابعوهم ممن تلا خديجة اذكر أول النسوان عليا اعدد أول الصبيان وعمره ثمانين وعشر أو ستون أو خمس وقيل أكبر من الموالي زيد بن حارثة كان مجالسا له محادثة عثمان والزبير وابن عوف طلحة سعد آمنوا من خوف إذ آمنوا بدعوة الصديق كذب مضعون بذا الطريق ثم أبو عبيدة والأرقم كذا أبو سلامة المكرم وابن سعيد خالد قد أسلم وقيل بل قبلهم تقدما كذا ابن زيد أي سعيد لامرا وزوجه فاطمة
عمرا كذاك عبد الله مع قدامه هما لمضعون سعيد الهامة وحاطب حطاب ابن الحارث أسماء عائش وهي غير طامث كذا ابن إسحاق بذاك انفاردا ولم تكن عائش ممن ولدا فاطمة فكيهة الزوجان تلك لذاك هذه للثاني عبيدة بن حارث قباب ابن الأرت كلهم أجابوا كذا سليق وهو ابن عمري وابن حذافة قنيس بدري وابن ربيعة اسمه مسعود ومعمر بن حارث معدود وولد جحش هما عبد الله كذا أبو أحمد عبد أواد كذا شبيه المصطفى الجعفر أسماء زوجه الحليف عامر عياش عن ابن أبي ربيعة وزوجه أسماء إلى سلامة نعيم النحام أيضا حاطب وهو بن عمرو وكذاك السائب أي بن عثمان بن مضعون ذكر أبوه مع مطالب بن أزهر وزوجه رملات مع أمينة بنت خلف لخالد قرينة مضى اسمه عمار بن ياسر وابن فهيرة اسمه بعامر أبو حذيفة صهيب جندب وهو أبو ذر صدوق طيب وقال إني رابع لأربعة من تابعي النبي أسلموا معه كذا أنيس آخه قد أسلما ثم تبعد أسلمت أمهما كذا ابن عبد الله وهو واقد كذا إياس عاقل وخالد وعامر أربعة بن البكير وابن أبي وقاص اسمه عمير كذا كبنت آسد فاطمة كذاك بنت عامر ضباعة عمر أبو نجيح فيهم معدود عتبات عبد الله نجلى مسعود سبب إسلام بن مسعود رضي الله عنه جاء له النبي وهو يروع غنيمة يسيمها في المرعى قال له شأوك فيها لبن قال نعم لكنني مؤتمن قال فهل فيها إذا من شاتي ما مسها الفحلو إذا فتاتي بها فمس الضرع وهو يدعو فامتد ضرعها ودر الضرع فاحتال بشتا وأسقى ثم مص في شربه قال له قلص فقلص قال فعلمني لعلي أعلم قال له غليم معلم اجتماع المسلمين بدار الأرقم واتخذ النبي دار الأرقم للصحب مستخفين عن قومهم وقيل كانوا يخرجون تترى إلى الشعاب للصلاة سرا حتى مضت
ثلاثة سنين وأظهر الرحمن بعد الدين وصعد عن النبي جهرا معلنا إذ نازلت فاصدع بما فما ونا وأنذر العشائر التي ذكر بجمعهم إذ نازلت وأنذر ذكر تأييده صلى الله عليه وسلم بمعجزة القرآن وجعل الله له القرآن آيات حق أعجزت برهانا أقام فيهم فوق عشر يطلبوا إتيانهم بمثله فولبوا ثم بعشر سور بسورة فلم يطيقوها ولو قصيرة وهم لعمر الفصحاء فانقالبوا وهم حيارى لكنوا وأسمعوا التوبيخ والتقريع لدى الملا مفتارقا مجنوعا فلم يفه منهم فصيح بشفه معارضا بل الإله صارفه فقائل يقول هذا سحر وقائل في أذني وقروا وقائل يقول ممن قد طغوا لا تسمعوا له وفيه فالغوا وهم إذا بعض ببعض قد خلا اعترفوا بأن حقا ما تلا وأنه ليس كلام البشر وأنه ليس له بمفتري اعترف الوليد ثم النضر وعتبة بذاك واستقروا وابن شريق باء وهو الأخنس كذا أبو جهل ولكن أبلس وكيف لا وهو كلام الله منزه عن نحلة اشتباه يهدي إلى التي هداها أقوم به يطاع وبه يعتصم وهو لدينا حبله المتين نعبده به ونستعين وهو الذي لا تنقضي عجائبه ولا يضل أبدا صاحبه معجزة باقية على المدى حتى إلى الوقت الذي قد وعدا ذكر كفاية الله المستهزئين وقد كفى المستهزئين البعد الله ربنا فباءوا بالردى فعامي الأسواد ثم الأسود الآخر استسقى فأردته اليد كذا أشار للوليد فانتقض الجرح والعاصي كذا كفى عرض لرجله الشوكات حتى أرهقا والحارث اجتيحا بقيح بازقا وعقبة في يوم بدر قتلا أبو لهب باء سريعا بالبلاء ثامنهم أسلام وهو الحاكم فقد كفاه شره إذ يسلم ذكر مشي قريش في أمره صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب ثم مشت قريش الأعداء إلى أبي طالب أن يساء من ابنه محمد في سبهم وسب دينهم وذكر عيبهم في مرة ومرة ومرة وهو يذب ويقوي أمره في آخر المرات قالوا
أعطنا محمدا وخذ عمارة ابننا بدله قالا أردتم أكفل ابناكم وأسلم ابني يقتل ثم مضى يجهار بالتوحيد ولا يخاف سطوة العبيد وأجمعت قريش أن يقول ساحير احذروا وعنه ميلوا وقعدوا في زمن المواسم يحذرون منه كل قادم وافتارق الناس فشاع أمره بين القبائل وسار ذكره ذكر قدوم وفد نجران وجاء من نجران قوم أسلموا عداتهم 20 لما علموا بصدقه جاء أبو جهل فسب وأقذع القول لهم بلا سبب فأعرضوا وقولهم سلام ليس لنا مع جاهل كلام ذكر قدوم ضماد بن ثعلبة ثم أتى ضماد وهو الأزدي ليستمين أمره بالنقد ما هو إلا أن محمد خطب أسلام للوقت بصدق وذهب ذكر أذى قريش لنبي الله وللمستضعفين وأوذي النبي ما لم يؤذى من قبله من النبيين وذا مما يضاعف له الأجور ولو يشاء دمروا تدميرا لكنهم إذ أضمروا الضرائن ما مكنوا فاستضعفوا من آمنا عمارا الطيب أمه أبه أما بلال وبلالا عذبه أمية ومنهم جارية ومنهم زنبارة رومية كذاك أم عنبس وابناتها وابن فهيرة فذي سبعاتها ابتاعها الصديق ثم أعتق جميعهم لله بر وصدق ذكر انشقاق القمر وإذ بغت منه قريش أن يري آيا أراه منشقاق القمر فصار فرقتين فرقة علت وفرقة للطود منه نازلت وذاك مرتين بالإجماع والنص والتواتر السماع زاد الذين آمنوا إيمانا ولأبي جهل به طغيانا وقال ذا سحر فجاء السفر كل به مصدق مقر ذكر الهجرتين إلى النجاشي وحصر بني هاشم في الشام لما فشى الإسلام واشتد على من أسلم البلاء هاجروا إلى أصحامة في راجب من سنة 5 مضت لهم من النبوة 5 من النساء 12 من الرجال كلهم قد هاجرا عثمان مع زوجاته رقية أسباقهم للهجرة المرضية مصعب والزبير وابن عوف وحاطب فآمنوا من خوفي كذا ابن مضعون ابن مسعود أبو سلامة وزوجه تصاحب أبو حذيفة أبوه عتبة وزوجه من
بنت سهيل سهلة وابن عمير هاشم وعامر ابن ربيعة الحليف الناصر وزوجه ليلى أبو سبرات مع زوجاته أي أم كلثوم جمع وخرجت قريش في الآثار لم يصلوا منهم لأخذ الثار فجاوروه في أتم حال ثم أتوا مكة في شوال من عامهم إذ قيل أهل مكة قد أسلموا ولم يكن بالثابت فاستقبلوهم بالأذى والشدة فراجعوا للهجرة الثانية في 100 عدوا الرجال منهم 2 من بعد 80 هم فنازلوا عند النجاشي على أتم حال وتغيظ الملا على النبي وعلى أصحابه وكاتب البغيض في كتابه على بني هاشم الصحيفة وعلقت بالكعبة الشريفة ألا يناكحوهم ولا وحوصروا في الشعب حتى أقبلا أول عام 7 للبعث قاسوا به جهدا بشر مكفي وسمعت أصوات صبيانهم فساء ذاك بعض أقوامهم وطالع الرسول أن الأرض أكلت صحيفة المبغضة ما كان من جور وظلم ذهبا وباقي الذكر كما قد كتبا فوجدوا ذاك كما قالا وقد شلت يد البغيض والله الصمد فلابسوا السلاح ثم أخرجوا من شعبهم وكان ذاك المخرج في عام 10 بغير مين وقيل كان مكثهم عامين ذكر وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها بعد خروجهم بثلثي عام وثلثي شهر ويوم طام سيقى أبو طالب للحمام ثم تلا ثلاثة الأيام موت خديجة الرضا فلم يهن على الرسول فقد ذين وحزن ذكر وفد الجن وبعد أن مضت له 50 وربع عام جاءه يسعون جن ناصبين له وكان يقرأ في صلاته قرآنا بنخلة فاستمعوا وأسلموا ورجعوا فأنذروا قوما ذكر قصة الإسراء وبعد عام ما نصف أسري به إلى السماء حتى حظي من مكة الغراء إلى القدس على ظهر البراق راكبا ثم على إلى السماء معه جبريل فاستفتح الباب له يقول مجيبا إذ قيل له من ذا معك محمد معي فرحب الملك ف
ثم تلاقى مع الأنبياء وكل واحد لدى سماء ثم على مستوى قد سمع صريف الأقلام بما قد وقع ثم دنا حتى رأى الإله بعينه مخاطبا شفاء أوحى له سبحانه ما أوحى فلا تسل عما جرى تصريحا وفرض الصلاة 50 على أمته حتى لخمس نزلا والأجر 50 كما قد كان وزاده من فضله إحسانا فصدق الصديق ذو الوفاء وكذب الكفار بالإسراء وسألوا عن صفات القدس رفعه إليه روح القدس جبريل حتى حقق الأوصاف له فما طاقوا له خلافا لكنهم قد كذبوا وجحدوا فأهلكوا وفي العذاب أخلدوا ذكر عرض النبي نفسه على القبائل وبيعة الأنصار له صلى الله عليه وسلم وعرض النبي نفسه على قبيلات قبيلات ليحصل إيواؤه من بعضهم يبلغ رسالة الله فكل ينزغ إليهم الشيطان حتى يعرض عن قوله ويهزأ ويغفر حتى أتاح الله للأنصار فاستبقوا للخير باختيار فيسلم الواحد منهم يسلم به جميع أهله فرحموا لقي ستا أو ثمانيا لدى عقبة دعاهم إلى الهدى فآمنوا بالله ثم رجعوا لقومهم يدعونهم فسمعوا حتى فشى الإسلام ثم قدم في قابل منهم وممن أسلم لبيعة ضعف الذين سلفوا كبيعة النساء ثم انصرفوا ثم أتى من قابل 70 ونيف فبايعوا يخفون بيعتهم ليلا ونعم البيعة جزاء من بايع فيها الجنة ذكر الهجرة إلى المدينة وإذ فشى الإسلام بالمدينة هاجر من يحفظ في هزينة وعزم الصديق أن يهاجر فرده النبي حتى هاجر معا إليها فترفق إلى غار بثور بعد ثم ارتاح ومعه مع عامر مولى الصديق وابن أريقيط دليل للطريق فأخذوا نحو طريق الساحل والحق
يقول العدو خير شاغلي تبعهم سراقة بن مالك يريد فتكا وهو غير فاتك لما دعا عليه ساقة الفارس ناداه بالآمان إذ عنه حبس. ذكر مروره صلى الله عليه وسلم بأم معبد. مروا على قيمات أم معبد وهي على طريقهم بمرصاد وعندها شاة أضر والجهد بها وما بها قوى يشتد فما ساح النبي منها الضرع فحال بسما قد كافاهم وسعا وحال بسما دو إناء آخر ترك ذاك عندها وسافرا. ذكر وصوله صلى الله عليه وسلم إلى قباء ثم إلى المدينة. حتى إذا أتى إلى قباء نزلها بالسعد والهناء في يوم الاثنين لثنتي عشرة من شهر مولد فنعم الهجرة أقام أربعا لديهم وطلع في يوم جمعة فصلى وجمع في مسجد الجمعة وهي أول ما جمع النبي فيما نقل وقيل بل أقام أربع عشرة فيهم وهم ينتحلون ذكره وهو الذي أخرجاه الشيخان لكن ما مر من الإتيان لمسجد الجمعة يوم جمعة لا يستقيم مع هذه المدة إلا على القول بكون القدمات إلى قوبا كانت بيوم الجمعة بنى بها مسجده وارتاح لطيبة الفيحاء طابت نزولا فباركت ناقاته المأمورة بموضع المسجد في الظهيرة فحل في دار أبي أيوب حتى ابتنى مسجده رحيبا وحوله منازل لأهله وحوله أصحابه في ظله طابت به طيبات من بعد الرعد أشراق ما قد كان منها أسودا كانت لا من أوباء أرض الله فزال داؤها بهذا الجاه ونقل الله بفضل رحمتي ما كان من حما بها للجحفات وليس دجال ولا طاعون يدخلها فحرزها حصين أقام شهرا ثم بعد نزلت عليه إتمام الصلاة أكملت أقام من شهر ربيع لصفر يبنى له مسجده والمستقر ووادع اليهود في كتابه ما بينهم وبين ما أصحابه وكان بدء الأمر بالآذان رؤيا بن زيد أو نعام ف
ثاني ففيه فرض الصوم والزكاة للفطر والعيدين بالصلاة بخطبتين بعد والأضحيات كذا زكاة مالهم والقبلات للمسجد الحرام والبناء بعائش كذلك الزهراء وبدر الكبرى وفي الثالثات نقوله بحفصة القانتات والزينبين وبان بن عفان بأم كلثوم وفيه الجمعان التقايا بأحود والرابعة بئر معونة بتلك الفاجعة وغزوه بني النضير وجلوا ذات الرقاع بعدها كما حكوا وقائل فيها الصلاة قصيرت والخمر حرم وفي التي قالت وقيل فيها آيات التيمم كذا صلاة الخوف مع خلف النوم وقيل في الخمس وفيه نزلت آي الحجاب والكسوف صليت لقمر وفيه غزو الخندق مع قريضة مع المصطلق على الصحيح وبها جويرية بنى بها والإفك أو في الآتية في الست كانت عمرة الحديبية وبيعة الرضوان تلك الزاكية وفيه فرض الحج أو ما خالت أو في الثمان أو ففي التاسعات ألف وقيل كان قبل الهجرة وجوبه حكاه في النهاية وفيه قد سبق بين الخيل وآيات الظهار في ابن خول في السمع خيبر وعمرة القضاء وقدمت أم حبيبة الرضا بنى بها وبعدها ميمونة كذاك فيها قبلها صافيات وفيه منع الحمور الأهليات ومتعة النساء ثم حلات يوم حنين ثم قد حرمها مؤبدا ليس لذلك انتهى وفي الثمان وقعات بمؤتات والفتح مع حنين في ذي السنة وأخذ جزيات ماجوسها جرى واتخذ النبي فيها المنبرا في التسع غزوة تبوك بعد أن صلى على أصحاب غائبا فاسا وفيه قد آلى من النسوان شهرا وفيه قصة اللعان وحجة الصديق ثم أرسل له عليا بعده على الولاء ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عريان كفعل الجهلاء وسميت بسنة الوفود لكثرة القادم من وفود في العشر كانت حج
حجات الوداعي لا يحصار الوافون بالطلاع فقيل كانوا أربعين ألف أو ضعفها وزد عليه ضعفا وارتد فيها وادعى النبوة الأسود العنسي حتى موه لبعض قومه بسجع صنعه فقتل الشاقي مع من تبعه فيما يليها وهي إحدى عشرة قضى نبي الله فيها عمرة عاش ثلاثا بعد ستين على أصحها والخلف في هذا قال ذكر صفته صلى الله عليه وسلم وربعة كان من الرجال لا من قصارهم ولا الطوال بعيد بين المنكبين شعره يبلغ شحمة الأذن يوفره مرات أخرى فيكون وفره يضرب منكبيه يعلو ظهره يحليق رأسه لأجل النور وربما قصاره في نوسكي وقد رووا لا توضع النواصي إلا لأجل النوسك المحاصي أبياض قد شرب حمرة علت وفي الصحيح أزهر اللون ثبت وفي الصحيح أشكال العينين أي حمرة لدى بياض العين ولعلي أدعج وفسر بشدة السواد في العين يرى وفي الصحيح أنه جعد الشعر لا سابط ولا بجعد الخبر وعن علي سابط لم يثبت إسناده وكان كث اللحية وأشعر الصدر دقيق المسربة من سرة حتى يحاذي لاببه وكان شثنا كفه والقدم وهو الغليظ قوة يستلزم إذا مشى كأنما ينحط في صبب من صعود يحط إذا مشى كأنما تقلع من صخرين قوي مشي مسرعا يقبل كله إذا ما التفت وليس يلوي عنقا تلفتا كأنما عراقه كاللؤلؤ أي في البياض والصفاء إذا رؤي تجمعه سليم تجعله في طيبها فهو لعمري أفضله يقول من ينعاته ما قبله أو بعده رأيت قط مثله ذكر وصف أم معبد له صلى الله عليه وسلم تقول فيه بلسان الناعت أبلاج وجه ظاهر الوضاءة الخلق منه لم تعبه ثجلة كلا ولم تزر به من صعلة أدعاج والأهداب فيها واطف من طولها أو غاطف أو عاطف والجيد فيه ساطع وسيم والصوت فيه صاحل قسيم كثيف لحية أزج أقرن أحلاه من قرب له وأحسن أجماله من بعد وأبهى يعلوه إذ ما يتكلم البغى كذاك يعلوه الوقار إن صمت ما
منطيقه كخارز تحذرت. فصل الكلام ليس فيه هذر حلو المقال ما عراه نزر لا بائن طولا ولا يقتحم من قيصر فهو عليهم يعظم بنظرة الموضار والمقدار تحفه الرفقات بائتمار إن أمروا تبادر بادروا امتثالا أو قال قولا أوصتوا إجلالا فهو لدى أصحابه محفود أن يسرعون طاعة محشود ليس بعابس ولا مفند بذاك عرفته أم معبدي. ذكر وصف هند بن أبي هالة له صلى الله عليه وسلم. وابن أبيها لا تزاد لما وصافه مفخما وفخما لوجهه تلألؤ كالبدر معتادل الخلق عريض الصدر عظيم هام واسع الجبين فمنضليع أقنع العرنين يعلوه نور من رآه إما لم يتأمل ظنه أشما مفلج الأسنان سهل الخد أشناب بادن طويل الزند عنقه يرى كجيد دمية مع صفاء لونه كالفضة أذج في غير قرى إذا غضب بيناهما عرق يدره الغضب وسائل الأطراف رحب الراحة ضخم الكراديس ذريع المشية. ذكر أخلاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أكرم به خلقه القرآن فهو لدى غضبه غضبان يرضى بما يرضاه ليس يغضب لنفسه إلا إذا ترتكب محارم الله إذا فينتقم فأحد لذاك أصلا لم يقم بعثه الرحمن بالإرفاق كيما يتم صالح الأخلاق أشجاعهم في موطن وأنجدا وأجود الناس بنانا ويدا ما سيل قط حاجة فقال لا وليس يأوي منزلا إن فضلا مما أتى درهام نودينا حتى تريح منهما الأقدار أصداق لهجة وأوفى ذمة أليانهم عريكة في الأمة أكرامهم في عشرة لا يحسب جليسه الناس واه أقرب حياؤه يربو على العذراء في خدر لشدة الحياء نظاره للأرض منه أكثر إلى السماء خافض إذ ينظر أكثرهم تواضعا يجيب داعيه بعيد أو قريب من عبد أو حر فقير أو غني وأرحم الناس بكل لمؤمني وطائف يعروه حتى الهرة يصغي لها الإناء غير مروة كان أعف الناس
الناس ليس يمسك أيدي من ليس لهن يملك يبايع النساء لا يصافح أيديهن بل كلام صالح أشدهم لصحبه إكراما ليس يمد رجله احتراما بينهم ولم يكن يقدم ركباته على الجليس يكرم فمن بديهة رآه هابه طبعا ومن خالطه أحبه يمشي مع المسكين والأرمالة في حاجة من غير ما أنافتي يخصيف نعله يخيط ثوبه يحلو بشاته ولن يعيبه يخدم في مهنات أهله كما يقطع بالسكين لحما قد يردي خلفه على الحمار على إكاف غير ذي استكبار يمشي بلا نعل ولا خف إلى عيادة المريض حوله الملا يجالس الفقير والمسكين ويكرم الكرام إذ يأتون ليس مواجها بشيء يكرهه جليسه بل بالرضا يواجهه يمزاح لا يقول إلا حقا يجلس في الأكل مع الأرق يأتي إلى بساتين الإخوان يكرمهم بذلك الإتيان قيل له يدعو على الكفار دوس وغيرهم من الفجار فقال إنما بعثت رحمة وليس لعان النبي الرحمة بل سأل اللهم فاهد دوسا واتي بهم فأصبحوا رؤوسا لم يكن فحاشا ولا لعانا ولا بخيلا لا ولا جبانا يختار أيسر الأمور إذ ما خير إلا أن يكون إثما لم يور ضاحكا بملء فيه ضحيكه تبسم يبديه يعجب مما يعجب الجليس منه فما بوجهه عبوس أصحابه إذ يتناشدون بينهم الأشعار يضحكون ويذكرون جاهلية فما يزيد أن يشراكهم تبسما قد واسع الناس ببسط الخلق فهم سواء عنده في الحق من تاهر القادم قط فيما يأتيه أو يتركه منوما في صنعه للشيء لم صنعته وتركه للشيء لم تركته يقول لو قدر شيء كان سبحان من كماله سبحانا وفي الجلوس يحتمي تواضعا ومرة كالقرفصاء خاضعا مجلسه حلم وصبر وحياء يبدأ بالسلام من قد لقيا ويؤثر الداخل بالوسادة أو يبسط الثوب له زيادة
ليس يكون في الرضا والغضب قطعا سوى الحق فخذه واكتبي. يعظ بالجد إذا ما ذكرا كأنه منذير جيش حذرا. ويستنير وجهه إن سرورا تقاله من السرور بدرا. يمنع أن يمشي خلفه أحد بل خلفه ملائك الله الأحد. وليس يجزي سيئا بمثله لكن بعفو وبصفح فضله. كان يحب الفال ممن ذاكره وكان يكره اتباع الطيره. ذكر خلقه صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب. ولم يعب قط طعاما يحضره يأكله إن يشتهي أو يذره. ولم يكن جلوسه متاكيا في حالة الأكل ولكن مطعيا. تعجبه الذراع والدباء والعسل المحبوب والحلواء. ويأكل البطيخ والقفاء برطب يبغي به الدواء. يقول يطفي برد ذين حر ذا وكل إرشاد فعنه أوخذا. يأكل بالأصابع الثلاثة يلعقها لقصد ذي البركة. يبدأ بسم الله ثم يختم بالحمد في شرب وأكل يطعم. يشرب في ثلاثة أنفاسا يمص فهو أهنأ اختلاسا. لم يتنفس في الإناء إذ يشرب يبينه عن فيه فهو أطيب. يشرب قاعدا ومن قيام لعارض كزمزم الحرام. وشربه من قربة معلقة دلا به للرخصة المحققة. يناول الأيمان قبل الأيسر إلا بإذنه لحق الأكبر. والبارد الحلو يحب شربه واللبن استزاد إذ أحبه. يقول زدنا منه فهو يجزي عن الشراب والطعام المجزي. ذكر خلقه صلى الله عليه وسلم في اللباس. يلبس ما من الثياب وجاد من الإزار والقميص والرداء وبردة وشملة وحبارة وجبة أو فقباء حضارة. لبس أيضا حلة حمراء فزادها بحسنه سناء. ربما ارتاد الكساء وحده ليس عليه غيره لم يعدوه. وربما كان الإزار وحده ليس عليه غيره بعقدة. وربما كان عليه مرط مرحل يقنع لا يشتط. وربما صلى بثوب واحد ملتحفا فيه بغير زائد. لا يسبل القميص والإزار بل فوق كعبيه هما اقتصارا. بل ربما كان لنصف الساق ثوابا لربه الخلاق. يلبسه
ثوبه من الميادين ونزعه بالعكس للتيامون. كانت له ملحافات مصبوغات بزعفران أو بورس ينبات. يقول عند اللبس باللسان الحمد لله الذي كساني. ما يستور العورات من لباس مع التجمل به في الناس. ويصعد المنبر إذ يشاء برأسه عصابات دسماء. ونعلوه الكريمات المعصونة طوبى لمن مس بها جبينة. لها قبالان بسير وهما سبتياتان سبات شعراهما. وطولها شبر وإصبعان وعرضها مما يلي الكعبان. سبع أصابع وبطن القدم خمس وفوق ذا فست فلم. ورأسها محدد وعرضهما بين القبالين إصبعان اضبطهما. وهذه تمثال تلك النعل ودورها أكرم بها من نعل. ذكر صفة خاتمه صلى الله عليه وسلم. خاتمه من فضة وفصه منه ونقشه عليه نصه. محمد سطر رسول سطر الله سطر ليس فيه كبر. وفصه لباطن يختم به وقال لا ينقش عليه يشتبه. يلبسه كما روى البخاري في خنصير يميني لو يساري. كلاهما في مسلم ويجمع بأن ذا في حالتين يقع. أو خاتمين كل واحد بيد كما بفص حبشي قد ورد. ذكر فراشه صلى الله عليه وسلم. فراشه من آدم وحشوه ليف فلا يلهي بعجب زهوه. وربما نام على العباءات بفنيتين عند بعض النسوات. وربما نام على الحصير ما تحته شيء سوى السرير. ذكر طيبه وكحله صلى الله عليه وسلم. الطيب والنساء حبب له ويكره الريح الكريه كله. وطيبه غالية ومسك والمسك وحده كذاك السك. بخوره الكافور والعود النادي وعيناه يكحولها بالإثميد. ثلاثة في العين للإيتار وروي اثنتين في اليسار. ذكر معجزاته صلى الله عليه وسلم. أعظمها معجزات القرآن تبقى على تعاقب الأزمان. كذا انشقاق البدر حتى افترق بفرقتين رأي عين حققا. وقد زوى له الإله حقا
الأرض مغربا لها وشوقا. وقال ما زواه لي سيبلغ إليه ملك أمتي فبلغ. وحن جذع النخل لما فراقه لي منبر إليه حتى تناقه. ونبع الماء فجاش كثأره من بين إصبعيه غير مرورة. وسبح الحصى بكفيه بحق كذا الطعام وعنده به نطق. وشجر وحجر قد سلم عليه نطقا والذراع كلما. وقد شكى له البعير إذ جهد وبالنبوة له الذئب شاهد. وجاء مرة قضاء الحاجات ولم يجد شيئا سوى أشاءات. ومثل لكن هما بعودات أمارا كلا منهما فآتاتا. تخد الأرض ذي وذي حتى قضى حاجاته أمارا كلا فماضى. وازدلفت إليه ست بدن للنحر كل سابق للطعان. ونذرت عين قتادات فرد تلك فكانت من صحيحات أحد. وبارئت عين علي إذ تفل فيها لوقته وما عاد حصل. وابن عتيك رجله أصيبت فهي بمسحه سريعا بارئت. وقال أقتلوا أبي بن خالف خدشه خدشا يسيرا فانحتف. كذاكم أمية بن خالف قتل كافرا ببدر فوفي. وعد في بدر لهم مصارع كل بما سمى له قد صورعا. وقال عن قوم سيركبون فباج هذا البحر أن يغزونا. ومنهم أم حرام راكبت البحر ثم في رجوعهم قضت. وقال في الحسان سبقنا سبه يوما لعل الله أن يصلح به. ما كان بين فئتين وهما عظيمتان الكل ممن أسلما. فكان ذا وقال في عثمان تصيبه البلوى فحقا كانا. ومقتل الأسواد في صنع اليمن ذكره ليلة قتله ومن قتله كذاك كسرى أخبرا بقتله فكان ذا بلا مرا. وقال إخبارا عن الشيماء قد رفعت في بولة شهباء خمارها أسواد حتى أخذت عهد أبي بكر كما قد وصفت. وقد دعا لولد الخطاب بعزة الدين به أو بأبي جهل أصابت عمرا فأسلم عزى به من كان أضحى مسلما. ولعلي بذهاب الحر والبرد لم يكن بذين يدري. ولابن عباس بفقه الدين مع علم بتأويل
جميل فبحرا اتسع وثابت بعيشه سعيدا حياته وموته شهيدا فكان ذا وآنس بكثرة المال والولد وطول المدة في عمره فعاش نحو المئة وكان يؤتي نخله في السنة حملين والولد لصلب مئة من بعد عشرين ذكورا أثبت وقال في من ادعى الإسلام وقد غزا معه العدا وحاما مع شدة القتال للكفار معه بأنه من أهل النار فصدق الله مقال السيد بنحره لنفسه عمد اليد وكان من عتبات ابن بي لهب أذله دعا عليه فوجد يسلط الله عليه كلبا قتاله الأساد قتلا صعبا وقد شكى له قحوط المطر شاك أتاه وهو فوق المنبر فرافع اليدين لله وما قزاعة ولا سحاب في السماء فطالعت سحابة وانتشرت فأمطروا دموعة تواترت حتى شكى له انقطاع السبل فأقلعت لما دعا الله العلي وأطعم الألفاز مان القندق من دون صاع وبهيمة بقي بعد انصرافهم عن الطعام أكثر مما كان من طعام كذاك قد أطعامهم من تم أتت به جارية في صغري وآمر الفاروق أن يزود مئين أربعا أتوا فزودا والتمر كان كالفصيل الرابض كأنه ما مسه من قابض كذاك أقرص شعير جعلت من تحت إبط آنس فأكلت جماعة منها ثمانون وهم قد شابعوا وهو كما أتى لهم وأطعم الجيش فكل شابع من مزود وما بقي فيه دعا لصاحب المزود فيه فأكل منه حياته إلى حين قتل عثمان ضاع ورووا أن حمل خمسين وسقا منه لله على وفي بنائه بزينب طعما خلقا كثيرا من طعام قدما أهدت له أم سليم رفع من بينهم وهو كما قد وضع والجيش في يوم حنين إذ رموا منه بقبضة ترابا هزموا وأنزل الله به كتابا وامتلأت أعينهم ترابا كذا التراب في رؤوس القوم قد وضعه ولم يره منهم أحد وكم له من معجزات بينة تضيق عنها الكتب المدونة ذكر خصائصه صلى الله عليه وسلم خص النبي بوجوب عدة الوتر والسواك والأضحية كذا الضحى لو صح والمصابرة
على العدو وكذا المشاورة والشافعي عن الوجوب صار فحكاه عنه البيهقي في المعرفة كذا التهجد ولكن خفف نسخا وقيل الوتر ذا وضعفا كذا قضاء دين من مات ولم يترك وفاء قيل بل هذا كرم كذاك تخير النساء اللاتي معه وأما في المحرمات مما أبيح لي سواه حرم عليه فهي مد عينيه بما قد متع الناس به من زهرة دنياهم كذاك من خائنة الأعين اعدده ونزعه لما لبيس من لأمات حرب حرما حتى يلاقي العدا فينزع صداقة فامنع ولو تطوع والشعر والخط وقيل يمنع ثوم ونحوه وأكل يقع مع اتكاء والنكاح للأمة مع الكتابيات غير المسلمة كذاك إمساك التي قد كارهت نكاحه والخلف في هذا ثبت وقد أباح ربه الوصال له وفي ساعات للقتال بمكة كذا بلا إحرام دخولها وليس بالمنام مضطاجعا نقض وضوئه حصل كذا اصطفاء ما له الله أحل من قبل قسمة كذاك يقضي لنفسه وولده فيمضي كذا الشهادة كذاك يقبل من شاهد له كذاك يفصل في حكمه بعلمه للعصمة واختلفوا في غيره للريبة كذا له أن يحمي المواتى لنفسه ويأخذ الأقواتى وغيرها من الطعام مهما احتاج والبذل فأوجب حتما من مالك وإن يكن محتاجا لكنه لفعل هذا ما جاء والخلف في النقض بلمس المرأة والمكت في المسجد مع جنابة وجائز نكاحه لتسعة وفوقها وعقده بالهيبة فإن فلا بالعقد حتم مهره ولا الدخول بخلاف غيره كذا بلا ولي أو شهود أو في حال إحرام بخلف قد حكوا ومن يرى النكاحها لزيمها إجابة وحرمت خطباتها ومن لها زوج فحقا وجبا طلاقها كما جرى لزينبا وفي وجوب قسمه بين الإماء وبين زوجات له خلف النما زوجاته كل محرمات هن لذي الإيمان أمهات نكاحهن مع حقوقهن مع الوجوب لاحترامهن لا نظر وخلوة بهن ولا بتحريم بناتهن من دخلت عليه أو قد فورقت أو مات عنها أو تكون سابقت وهن أفضل نساء الأمة ضعفن في الأجر وفي العقوبة أفضلهن مطلقة
خديجة وبعدها عائشة الصديقة وأنه خاتم الأنبياء خير الخلائق بلا مراء أمته في الناس أفضل الأمم معصومة من الضلال بعصم أصحابه خير القرون في الملا كتابه المحفوظ أن يبدلا شرعاته قد أبدت وناسقت كل الشرائع التي قبل خلت والأرض مسجد له طهور والرعب شهرا نصره يسير سيد أولاد أبينا آدم قد حلل الله له الغنائم أرسل للناس جميعا أعطيا مقامه المحمود حتى راضيا وخص بالشفاعة العظمى التي يحجم عنها كل من لها أتي أول من تنشق عنه الأرض ولا ينام قلبه بل غمض أول من يقوم للشفاعة أول من يقرع باب الجنة أكثر الأنبياء حقا تابعا يرى وراءه كقدام معا آتاه ربه جوامع الكلم قرينه أسلام فهو قد سلم صفوفه والأمة المباركة كصف عند ربها الملائكة ولا يحل الرفع فوق صوته ولا ينادى باسمه بل نعته خطيب في الصلاة بالسلام عليك دون سائر الأنام ومن دعاه في الصلاة واجبت إجابة له وفرضه ثبت وبوله ودامه إذ أوتيا تبركا من شارب ما نوهيا يقبال ما يهدى له فحل دون الولاة فهو لا يحل فاتته ركعتان بعد الظهر صلاهما ودام بعد العصر وما لنا دوام ذا بل وما سوى سبابه فمنقطع وناسب يوم القيامة ومن رآه نوما فهو قد رآه لن يكون للشيطان من تمثل بصورة النبي أو تخيل وكاذب عليه ليس ككذب على سواه فهو أكبر الكذب ذكر حجه وعمره صلى الله عليه وسلم قد حج بعد هجرة لطيبة سنة عشر قط بغير مذية واعتمر النبي بعد الهجرة أربعة والكل في ذي القعدة إلا التي في حجة الوداع قرانها لم تخل من نزاع أولها سنة ست صد فيها عن البيت فحل قصدا كانت بها بيعاته المرضية ثم تليها عمرة القضية سنة سبع بعدها الجعران عام ثمان وعددا قرانة ولم يعد مالك للرابعة وقال حج مفردا وتابع بعضهم وحج قبل الهجرة ثنتين أو أكثر أو فمرة ولم يصح عدد الحجات من قبل هجرة ولا العمرات ذكر عدد مغازيه صلى الله عليه وسلم
27 عدودن الغزوى أوالها والدان وهي الأبواء ثم بواط بعد فالعشيرة فبدر الأولى فبدر الكبرى فقين القاع فالسويق غاطفان وهي فذو أمر فغزو بحران فأوحد بعد فحمراء الأسد ثم بنو النضير ثم في العدد ذات الرقاع ثم بدر الموعد فدومة فالخندق اذكر وعددي قريظة لحيان ثم ذو قرد ثم المريسي على القول الأسد ثم تليها عمرة الحديبية فخيبر فعمرة القضي ففتح مكة حنين واتلا غزاة طائف تبوك قاتلا منها بتسع أوحد والخندق بدر بني قريظة المصطالق خيبار والفتح حنين طائف وقد حكوا عن قول بعض السلف بأنه قاتل في النضير وغابة وادي القرى المشهور ذكر بعثه وسراياه صلى الله عليه وسلم عداتها من بعث نوسرية 60 فالأول بعث حمزة لنحو سيف البحر من ناحية العيص لم يقتاتلوا بالجملة فبعثه عبيدة بن الحارث لرابغ أو قبل ذا أو ثالث بأنه شيع كلا منهما معا لذا أشكال ذا وأبهما وكان رمي بينهم لم يعدوا أول من رمى بسهم سعد فبعثه سعدا إلى القرار للعير فاتت راجعوا للدار بعث بن جحش بعده أو أول لنقلة فغانموا وقاتلوا في سلخ شهر راجب إنسانا وأنزل الله به قرآنا أن يسألونك أزالت كوربا وبأمير المؤمنين لقبا فبعثوا عميرا الخطمية لقتل عصمة هاجة النبي فبعث سالم إلى أبي عفك قتاله آذى النبي وأفك فبعثه محمد بن مسلمة في رفقة لقتل كعب الملأمة جاءوا برأسه فإذ رموه قالا لهم أفلاحت الوجوه فبعثه زيدا إلى القرادة ماء بنجد بقريب غمرة فحصلوا مئات ألف مغنما وآسروا فرات ثم أسلما فبعده بعث بن عبد الأسد لقاطن لوالدي خويلد طليحة مع أخيه سالمة قد جامع حرب نبي المرحمة فلم يصل حتى تفرق الملا وغانموا شاءت لهم وإبلا يليه بعث بن أنيس العامد لقتل سفيان هو ابن خالد ابن نبيح كان صوب عورنه يجمع للنبي فلما أمكن احتز رأسه فلما أحب
أكبره دعا له وقصه بمخصرة فبعثه المنذير والقراء إلى بئر معونة فطابوا نزلا فاستشهد السبعون إلا كعبا هو ابن زيد كان رزءا صعبا وواجد النبي حزنا حتى قنت شهرا في الصلاة بحتا يدعو على القاتل حتى أنزل ليس لك الآيات ربنا على وبعثه إلى الرجيع مرثدا أو عاصم بن ثابت وأسندا هذا البخاري وفيه خان بسبعة منهم بنو لحيانا وآسروا زيدا خبيبا بيعا وقاتلوا ابن طارق صريعا ثم الذي ابتعى خبيبا قاتله كذا بزيد مشتريه فعله وقاصدته ذيل رأس عاصم حمته دبر ثم سيل عاصم فبعثه محمد بن مسلمة للقرغاء أصاب منهم مغنمة شاء لهم وناعما أصابوا بعضهم وبعضهم هراب لم يعرضوا للظعن أمر رامة أميرهم وآسروا ثمامة فبعثه عكاشة بن محصن لغمر مرزوق مويه لبني أسد على يومين أي من فيدي فهاربوا وما لقوا من كيدي وبعثه أيضا إلى ذي القصة محمدا إلى بني ثعلبة في عشرة فأحدق الأعراب بهن وكانوا مئة أصابوا كلاهم قتلا سوى ابن مسلمة جريح جرحا سالما ما أسلم فبعثه لهم أبا عبيدة لم يجد القوم وحادوا حيدة لكن أصابوا رجلا فأسلم وغانموا شاء لهم ونعما فبعث زيد لبني سليم وهم ببطن نخل بالجموم وقد أصابوا ناعما وشاء وآسروا ما الله منهم شاء فبعثه للعيص حتى أخذوا عيرا قريش كلها ونافذوا وفضة كثيرة وأسرى ممن مع العير أتوا والصهرا صهر النبي زوج زينب استجار بها أجارته وأهل أن يجار فبعثه ربيعة إلى الطرف ماء قريب من مراض فانصرف إلى بني ثعلبة أصابوا أنعامهم وهارب الأعراب وبعثه خامسة لحسما إلى جذام فأتاهم هجما صبحا على القوم أصابوا العارضا وآبه هنيدا المعارضا في قومه لدحية الكلبي فقاطعوا طريقه بالقي وكان زيد معه خمسمائة فآخذوا الأنعام والسبيا فئة مئة النساء والصبيان فجاء زيد من جذام كان معه كتاب المصطفى إذ أسلم له وللقوم فسال المغنما أموالهم مع حريمهم فرق
فرد كلا إليهم وافيا بما عهد فبعثه أيضا له مؤمرا سديسة لوجهة وادي القرى به أصيب المسلمون قتلا وارتث زيد من خليط القتلى بعث بن عوف بعده لكلبي بدومة الجندال فاز الكلب أميرهم أصباغ بالإسلام ومعه ناس من الأقوام وآمر النبي أن يصهر نكح ذاك ابنة ذات ماضرا فبعثه لفادك عليا إلى بني سعد بن بكر أحيا الليل سيرا وكما النهار حتى أتاهم غفلة أغارا فهاربوا إذ جاءهم بالضعن واستاق أنعامهم غير وني فبعثه زيدا لأم قرفة سبيعة فقتلت بعسفة وصح في مسلمين الطريق بأنما أميرها الصديق فبعثه لابن عتيك معه قوم من الخزراج كي تمنعه لخيبر لابن أبي الحقيق لقتله أعين بالتوفيق واختلفوا فقيل ذا في السادسة أو ثالث أو رابع أو خامسة فبعده بعث ثلاثون رجل أمير ذاك بن رواحة البطل لخيبر فقاتلوا أسيرا ابن رزام لا أصاب خيرا ومخرش من شوحط كان معه فشجع عبد الله لما صارعه فبصق النبي في شجاته فلم تكن تؤذيه حتى موته فبعثه كرز بن جابر إلى العورنيين الذين مثلا بهم رسول الله في القتل كما قد فعلوهم في الرعاة مثلما وما رواه ابن جرير كون جرير المرسال فرد رواهنا فبعث عمرو بن أمية إلى قتل أبي سفيان فيما فعلا من كونه جهاز أعرابيا بخنجر ليقتل النبي فلم يطق فأسلم الأعرابي وراح عمرو معه صحابي جبار نو سلمة بن أسلم وقدر الله له أن يسلم فلم يطيق قتله وقاتل عمرو ثلاثة وأسرا رجلا بعثوا أبان بن سعيد نجدا من بعد فتح خيبر قد عد ثم إلى ترابة بعثوا عمر نحو هوازن أتاهم الخبر فغاربوا لم يلق منهم أحدا وعاد راجعا لنحو أحمدا بعثوا أبي بكر إلى كلاب يعقوبه ومر في كتابي بأن بعثه إلى فزار في مسلم قد صح مع زيادتي فبعثه بشيرا الأنصار لفادك فساق في انحدار شاء لهم وناعما فأدركوا أصحابه فقاتلوا وسافكوا وآخذوا أموالهم وسالما من بعد ما ارتث بشير
القادما فبعثه الليثي غالبا إلى ميثاعة من أرض نجد قاتلا قوما وساق ناعما وشاء لهم ولم يستأثرا من جاء قيل بها أسامة بن زيد قتل من نطق بالتوحيد قال له النبي هل قلبه شققت عنه هل تحس كلبه وفي البخاري بعثه أسامة للحورقات ساق ذا تمامه وسيجيء ذكر ذي الواقعة من بعد ذكري لي بعوث عشرة فبعثوا بشيرا الأوصار ثانية ليمن والجبار لغطفانها ربوا وقد هجم أرضاهم فلم يجد إلا النعم فساقها ورجلين أوسرا فأسلما وأرسلا إذ أحضرا يليه بعث ابن أبي العوجاء وهو بعيد عمرة القضاء إلى سليم جاءهم عين لهم فجاءهم وقد أعدوا نبلهم ثم ترموا ساعة فقتل أصحابه وهو فقد تحامل من بعد جرحه إلى أن قادم على النبي سالما مسلما فبعث غالب إلى الكديد إلى بني الملوح الرقود شن عليهم غارة فاستاق نعامهم وأدركوا لحاقا به فجاء الله بالسيل فما قدارهم أن يستردوا النعما فبعثه ثالثة إلى فدك أجلى مصاب من بها قبل هلك مع بشير فأصابوا النعما وقاتلوا في الله قتلا لؤما بعثوا شجاع بعده إلى بني عمير بالسي إلى هوازن يسير ليلا يكمن النهار فسار حتى صبح الديار أصاب منهم ناعما وشاء وخمسوا وقسموا ما جاء فبعث كعب بن يومين من غفار لذات أطلاح فحلوا بالديار فوجدوا الجمع كثيرا قاتلوا من أعظم القتال حتى قتلوا إلا الأمير ابن عمير كعب نجا جريحا كان رزءا صعبا وبعث عمرو وهو ابن العاص إلى قضاعة بمرمى قاص ذات السلاسل وكان من معه عدى ثلاثمائة مجتمعة وبالغ ابن العاص كثر الجمع أرسال يستمد قدر الوسع أرسل له أبا عبيدة ورد في مئتين منهما شيخ الرشد العمران يلحقان عمرا فلاحقوه ثم ساروا طر حتى لقوا جمعا من الكفار فهارب الكفار للأدبار فبعثه أيضا أبا عبيدة في عدة وهم ثلاثمائة وهو الذي تعريفه جيش الخبط يلقون عيرا لقريش ففرط وكان زادهم جرابا
التمر فآكلوا الخباط فقد التمر وفيه ألقى البحر حوتا ميتا يدعونه العنبار حتى ثابتا شهرا عليه الجيش حتى سامنوا من أكله وحاملوا وادهنوا وفيه قيس ابن سعد ناحرا جزائرا للجيش حتى ثمرا عمر مع أمينهم فما نعى وجاء سعد فاشتكى من مانعا بعثوا أبي قتادة الأنصار بعدوا إلى خضرات للمغاري على محارب بنجد سارا ليلا بهم وكامل النهارا فقاتلوا من جاء واستاقوا النعم وأخرج الخمس الأمير وقسم فبعثه أيضا إلى بطن إضم حين أراد غزو مكة وهم وكان في البعث محلم قتل عمير أشجع وبئس ما فعل حياهم تحية الإسلام قتاله فباء بالآثام ونازلت ولا تقول الآية ثم لك النبي عند السقيا ولابن إسحاق بأنذ القصة لابن أبي حدراد وهو عروة بعثه مع رجلين نحو رفاعة جاء يريد غزوا للمسلمين ما عبطن من جشم قتاله عروة واستاق النعم فبعثه أسامة بن زيد للحورقات وهو ذو ترديد هل كان في السبع كما قد مر أو في الثمان كان وهو أحرى وفيه قتله لمن قد ذاكرا كلمة التوحيد حتى أنكرا فبعث خالد لهدم العزة فحزها باثنين حزا حزا فبعث عمرو ثانيا فهادما سواع والسادين عاد مسلما فبعث سعد وهو ابن زيد هدم مناتهم على قديد فبعث خالد إلى جذيمة ثانية يدعو لخير ملتي ليس مقاتلا وكان أسلموا قالوا صبأنا وهو لفظ مفهم أمرهم خالد أن يقتل كل أسيره فبعض قاتلا وبعضهم أمساك كابن عمر وصحبه لم يقتلوا من أوسرا قال النبي إذ أتاه الوارد أبراء مما قد أتى أتاه خالد ودالهم قتلاهم النبي ذهب بها إليهم علي فبعثه طفيلا الدوسيا لذي الكفين صانما فهيا نارا له ومنشدا في ذلك يا ذا الكفين لست من عبادك ميلادنا أقدام من ميلادك إني حشوت النار في فؤادك فبعث قيس وهو ابن سعد إلى صداء أمروا بالرد لما أتى أخو صدى التزم بقومه أتى بجمع أسلما فبعثه ضحاكا الكلاب لقومه وهم بنو كلاب فبعثه عيينة الفزار إلى تميم أجل أخذ الثار إذ مانعوا مصدقا
الرسول من أخذ ما أمير بالفضول. يسير ليلا يكمن النهار صباحهم فهاربوا فرارا. أسر منهم فوق 50 قد على النبي بهم كما علم. فجاء 10 للنبي منهم من رؤساء قومهم فقدموا. عطاردا خطاب ثم كلم ردا لهم أسراهم والمغنما. ونازلت إن الذين المنزلوا في الحجرات فيهم ليعقلوا. فبعث قطبة هو ابن عامر لخثعم ببيشة في صافري سنة 90 أن يشنوا الوارة. ففعلوا وواقعوهم غرة. فكاثر القتلى وساقوا النعماء مع نسائهم فكان مغنما. فبنو مجزر والاسم علقمة وبنو حذافة ببعث يممة. للحبش في جزيرة في البحر فهاربوا وفيه بدء أمري. ابني حذافة لمن كان معه أن يقعوا في النار ثم مانعه. وقال كنت مازحا فأخبر بذلك النبي قال منكرا. لا تسمعوا ولا تطيعوهم في معصية بل ذاك في المعروف. بعثوا علي بعده ليهدم الفلس بالفاء وكان صانما. لطيئ فشن غارة على حلات آل حاتم حتى ملا أيديهم سبيا وشاء ونعم. وخرب الفلس جميعا وغنم. أدراعه 53 مع اليمان ورسوب بونما. وقاسم السبيا وآل حاتم عزالهم لصاحب المراحم. قامت له سفانة فاستأمنت محمدا فحين من أسلمت. سافرت الشام إلى عدي بشورها جاء إلى النبي. وذاكر ابن سعد أن المرسل في البعث خالد كما قد ناقلا. فبعثه عكاشة بن محصن ثانية إلى الجباب موطني. لغاطفان أو بني وعذرتي أو بين كلب وبني فزارتي. فبعثه إلى أكيد الدور ابن الوليد خالدا في فئتي. وقال يا خالد سوف تجده وهو يريد بقرا يصيده. فأرسلت بقر وحش حكتي قرونها حائطه في ليلتي. نشاطه ذاك يصيد البقر شدت عليه خيله فاستأثرا. أجاره خالد ثم صالحه على رقيق ودروع صالحة مع رماح وجمال ورح. رحل معه إلى النبي بعدما فصل. فبعثه أيضا إلى عبد المدان أو لبني الحارث نحو نجران. أتاهم فأسلموا وأقبلوا معه إلى النبي حتى وصلوا. بعثوا علي بعده إلى اليمن وهي بلاد مذحج ففر. أصحابه جاءوه بالنساء وولدهم ونعم وشاء. ثم دعاهم لم يجيبوا فقتل منهم رجالا
نحو 20 رجل فانهزموا فكف ثم إذ دعا ثانية أجاب بعض مسرعا فأسلموا وجامع الغنائم خماسها لله ثم قاسما بعثوا بني عبس وكانوا وفدوا له إلى عيد قريش فهدوا آخر من بعثه أسامه لأهل أبنى لم يرم مقامه حتى قضى النبي قبل سفره رد أسامة بجمع عسكره بعثه الصديق حتى أرهق قاتيل زيد وسبى وحرقا واختلفوا في عدها فالأكثر عن قدر ما عددت منها قصروا ولابن نصر عالم جليل بل فوق 70 وفي الإكليل أن البعوث عدها فوق 100 ولم أجد ذلي سواه ابتدأه ذكر كتابه صلى الله عليه وسلم كتابه 42 زيد بن ثابت وكان حينا كاتبه وبعده معاوية ابن أبي سفيان كان واعيا كذا أبو بكر كذا علي عمر عثمان كذا أبي وبن سعيد خالد حنظلة كذا شرحبيل أمه حسنة وعامر وثابت بن قيس كذا بن أرقم بغير لبس واقتصر المزي مع عبد الغني منهم على ذا العدد المبين وزدت من مفترقات السير جمعا كثيرا تضبطا واحصري طلحة والزبير وابن الحضرم وابن رواحة وجهما فاضممي وابن الوليد خالدا وحاطبا هو بن عمرو وكذا حويطبا حذيفة بريدة أبانا ابن سعيد وأبا سفيانا كذا ابنه يزيد بعض مسلمة الفتح مع محمد بن مسلمة عمرو هو ابن العاص مع مغيرة كذا السجل مع أبي سلمة كذا أبو أيوب الأنصاري كذا معيقب هو الدوسي وابن أبي الأرقام أرقم عددي فيهم كذا كبنا سلول المهتدي كذا بن زيد واسمه عبد الله والجد عبد ربه بلا اشتباه جهيمن العلاء ابن عتبة كذا حصين بن نمير أثبتي وذاكروا ثلاثة قد كاتبوا وارتد كل منهم وانقلبوا ابن أبي صرح مع ابن خاطل وآخر أبهيم لم يسم لي ولم يعد منهم إلى الدين سوى ابن أبي صرح وباقيهم غوا ذكر رسله إلى الملوك صلى الله عليه وسلم أول من أرسله النبي لمالك عمرو هو الضمري إلى النجاشي فلما قدم نزل عن فراشه فأسلم وأركب المهاجرين البحر إليه في سفينتين طول
مرورا زواجه رملة عمرو القاضي لهلاه ومهرها النجاشي بذله ودحية أرسله لقيصر وهو هرقل فعصى واستكبرا وابن حذافة مضى لكسرى فمزق الكتاب بغيا نكرا وحاطبا أرسل للمقوقيس فقال خيرا ودانا لم يؤيس أهدى له مارية القبطية وأختها سيرين مع هدية من ذهب وقداح ومن عسل وطراف من مصر من بنها العسل وأرسل ابن العاص حتى أدى كتابه إلى ابني الجولندى فأسلم وصدق وخلايا ما بين عمرو والزكاة هديا وأرسل السليط لليمامة لهوذة مالك بني حنيفة وأكرم الرسول إذ أنزله وقال ما أحسن ما يدعو له وسال أن يجعل بعض الأمر له فلم يعط قضى في الكفر كذا شجاع الأسدي يلقى الحارث الغساني ملك البلقى رام الكتاب قال إني سائر إليه رده هرقل قيصر وقيل بل أرسله لجبله فقارب الأمر ولكن شغل قال الملك ثم في زمان عمر أسلم ثم ارتد حتى كفرا وابن أبي أمية المهاجرا أرسله لحارث بن حميرا عبد كلال أبوه فردد أنظروا في أمري وبعد وفدا على النبي مسلما فاعتنقه وفرش الزيد له وومقه وأرسل العلاء ابن الحضرام لمنذر وهو ابن موسى والدارمي كان مع العلاء أبو هريرة فانقاد منذر لخير ملتي ووفد المنذر عام الفتح أو في عام تسعة خلافا قد حكوا كذا قد أرسل معاذا وآبى موسى إلى مخالف فاقترابا وقال يسيرا ولا تعسيرا وبشرا طوعا ولا تنفيرا كذا جريرا نحو ذي الكلاعي ونحو ذي عمرو ونعم الداعي دعاه ما لملة الإسلام فأسلم لله باستسلام وعمران الضمر إلى مسيلمه فلم يأب عن كذبه ولزمه أرسل له كتابه مع سائب ثانية فلم يكن بالتائب وبعده عياش أيضا أرسل إلى بني عبد كلال قبيلا كلهم كتابه وأسلموا نعيم الحارث مسروح هم وأرسل النبي أيضا إذ كثر لعدات لم يسمى من بها
ذهب لفروة بن عمرو الجذام أفلح إذ أقر بالإسلام ولبني عمرو وهم من حمير كذلك معدي كريب المشتهر ولأساقيف بنجران كتب كذلك من أسلم من حدث عرض وابني ضماد خالد الأزدي ولابن حزم عمرين الرضي ولأخي تميم نوس كذب وهو لدى أولاده ما ذهب وليزيد بن الطوفيل الحارث ولبني زياد بن الحارث ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم كان له ثلاثة بنون القاسم الذي به يكنون بمكة قبل النبوة ولد والطيب الطاهر وهو واحد وهو الصحيح واسمه عبد الله وقيل بل هذان فابنان سواه ثالث إبراهيم بالمدينة عاش بها عاما ونصف سنة وقيل مع نقصان شهر وقضى سنة عشر فراط له رضا ومات قاسم له عمان وعدة الأولاد من نسوان أربعة فاطمة البتول زوجها عليا الرسول وزينب زوجها أبا العاص ابن الربيع وفي ذا إخلاص بوعده وزوج اثنتين تعاقبا عثمان ذا النورين رقية وأم كلثوم تالي ونعم ذاك الصهر عثمان الوالي وجملة الأولاد من خديجات لكن إبراهيم من ماريات وليس في بناته من أعقب إلا البتول طاب أما وأبا ذكر أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم أعمامه حمزة والعباس قد أسلما وأرغم الخناس زبير الحارث جحل قثام ضرار الغيداق والمقوام عبد مناف مع عبد الكعبة كذا أبو لهب مردك عماته صافية عتيكات أم حكيم برات أميمة أروى ولم يسلم سوى صافيات قيل ومع أروى ومع عتيكات ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم زوجاته التي بهن قد دخل ثنتا وإحدى عشرات خلف نوقد خديجات الأولى تاليها سودات ثم تالي عائشات الصديقات وقيل قبل سودات فحفصات فزينب والدها خزيمة بعدها هند آي مسلمة فابنات جحش زينب المكرمة تالي
ابنات الحارث أي جويرية، فبعدها ريحانات المسبية. وقيل بل ملك يمين فقط لم يتزوجها، وذاك أضبط بنت أبي سفيان وهي رملة، أم حبيبات تالي صافية. من بعدها فبعدها ميمونة حلا وكانت كاسمها ميمونة. وابن المثنى معمار قد أدخل في جملة التي بهن دخل بنت شريح واسمها فاطمة، عرفها بأنها الواهبة. ولم أجد من جمع الصحابة ذكرها ولا بأسد الغابة. وعلها التي استعاذت منه وهي ابنة الضحاك بانت عنه. وغير من بنى بها أو وهبت إلى النبي نفسها أو خطبت. ولم يقع تزويجها فالعدة نحو 30 بخلف أثبات. ذكر خدامه من الرجال والنساء صلى الله عليه وسلم. فأناس ألزاموهم للخدمات، أسماء هند ولدى حريفات، كذا بلال عقبة بن عامر سعد فات الصديق مع ذي مخمار، ربيعة مع ابن مسعود أبو ذر، بكير ولليث نساب، وابن شريك أسلاع وأرباد، كذا ابن مالك والاسم الأسود، وابن أخيه الحدرجان جسر له بخدام النبي ذكر. وسابق وسليم قد ذكرا، وقيل سلمى وعدود المهاجرا، قيس بن سعد أيمان ثعلبات، كذا نعيم أبوه ربيعة، كذا أبو السمح أبو الحمراء، أبو عبيد ومن النساء ماريات اثنتان مع رزينات، وأمات الله لهذه ابنات، صفيات وقولات خضيرات، سلمى وأم أيمان بركات، وأم عباس كذا ميمونات، وفي المواري ذكرت ذي الخمسات. ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم. زيد أسامة بنوه ثوبان، أناسة وصالح شقران، كذا أبو كبشة واسمه سليم أو أوسون اسماه به أبو نعيم، كذا رباح ويسار مدعام، كذا أبو رفيع وهو أسلام. وقيل إبراهيم أو فثابت أو هرمز يزيد خلف ثابت، ورفيع كركيرات فضالات، وواقيد سفينات فزارات، طهمان أو كيسان أو مهران، مولاه أو ذكوان أو مروان، جد هلال بن يسار زيد، حنين مأبور كذا عبيد، أبو عاسب وأبو عبيد مع أبي ضميرات سعيد. ومن مواليه
بطيه بحاجوا فيه فخرا عالي المرتبة وكل من سمي فيها أو كوني فلم يزد عليهم عبد الغني وزاد بعضهم عليه في العدد 49 كل قد ورد أفلاحوا مع أنجاشات وأسلاموا أيمان بذام وبدر حاتم دوس قافيز سابق رويفي سعيد اثنان عبيد رافيع سندار سالم كريب غيلان كذا عبيد الله سعد سلمان محمد هو ابن عبد الرحمن مكحولون نافيع نفيع وردان هرمز واقيد يسار شمع ضميرات فضالات وعمر كذا نبيه ونابل وهلال كذا أبو رافعين خار يقال أبو البشير وأبو أثيلات أبو لقيط وأبو صفيات كذا أبو الحمراء أبو سلام مع أبي هند أي الحجام كذا أبو اليسر أبو لبابات كذا أبو سلمى مع أبي قيلات أما الإماء فذكرنا خمسة فيما ما ضرب وكذا أميمات ربيحات رازينات ركانات كذا كقيسار أختها ماريات ميمونات اثنتان والبعض جعلتين من الخدام فيما قد نقل ذكر أفراسه صلى الله عليه وسلم سكب لزاز ضارب وسبحة مرتاجز ورد لحيف سبعة وليس فيها عندهم من خلف والخلف في ملاوح والطروف كذاك ضرس وشحى مندوب مرواح بحر أذهم نجيب أبلاق مع مرتاج تاجل مع ياسوب سرحان ذو العقال سجل يعبوب ذكر بغاله وحميره صلى الله عليه وسلم بغاله خمسة أو فستة دلدول مع فضة والأيلية وبغلة أهدى له الأكيدر وجاء من كسرى وفيه نظر وبغلة أهدى له النجاشي وهو بأخلاق النبي الفاشي حماعه عفير نويا عفور أوفاه مثنان وذا المشهور وكونه كان اسمه زيادة أوفى يزيد منكر إسنادا وثالث أعطاه سعد يسنده رديفه قيس بن سعد والده ذكر لقاحه وجماله صلى الله عليه وسلم كانت له لقاح الحناء أريس بهوم السمراء بردة والمروة والسعدية حفدة مهرات واليسيرة رياء والشقراء والصهباء عضباء جدعاء هما القصواء وغيرهن والجمال
الثعلب وجامل أحمار والمكتسب غنيمة في يوم بدر من أبي جهل فأهداه إلى البيت النبي في أنفه برات نيم فضة غضى به كفار أهل مكة ذكر منائحه وديكه صلى الله عليه وسلم كانت له منائح بركة زمزام سقيا عجرة وورشة أطلال أطراف قمر مع يامني غوثات أو غيثات بل في السنن كانت له مئة شاة غنما ولا يريد أن تزيد كلما ولد منها بهبة رعيها ذبح شاة لا يزيد فيها وكان أيضا عنده ديك له أبياض فالمحب قد نقاله ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم كان له من الرماح خمسة من قينقاع جاءه ثلاثة ورابع له يسمى المثويا والخامس المثني بذاك سميا أقواسه خمسات الروحاء وقوس شوحق هي البيضاء وقوس نبع وهي الصفراء كذلك الكتوم والزوراء كانت له ترس به تمثال كريهه فذهب التمثال كذا الزلوق للسلاح يزلق وترسه الثاليف فهو الفوتق أسيافه الحتف وذو الفقار مأثور العب مع البتار كذاك مخذم كذا رسوب والقالعي لم يسم والقضيب وقيل ذا قضيبه الممشوق كان بأيدي الخلفاء يشوق أدراعه سبعة للسهدية ذات الفضول وكذا كفضة ذات الحواشي ما لها كفاء ذات الوشاح الخرنق البتراء كانت له منطاقة أديم فضات الحلاق والإبزيم راياته الأوقاب كالنمراء مع راية صفراء مع سوداء كانت له ألوية بيض كذا أسواد مع أغبار منها اتوخذا حرامه البيضاء ثم النبعة وحربة صغيرة أعندة مغفاره السبوغ والموشح فسطاطه الكن كما قد صرحوا محجانه قدر ذراع يستلم في حجه الركن به كما علم كانت له هراوة بالنقل كذا عسيب من جريد النخل كانت له مخصارة يختصر بها اسمها العجون فيما ذكروا كان له خفان ساذجان أهداهما أصحامة رباني كذا له أربعة منها أخر أصابها من سهمه من خيبر له ثلاث من جباب تلبس في الحرب إحداهن منها سندس أخضار ثم جبة طيائسة تغسل للمرضى وكانت ملبسه
ونبله سمي بالمتصلة ومنهما سمي بالمتصلا. ذكر أقداحه وآنيته وركوته وربعته وسريره صلى الله عليه وسلم. أقداحه الريان والمغيث وآخر مضبب يغيث به إذا ما مسهم من حاج وقادح آخر من زجاج وقادح تحت السرير عيدا يقضي به حاجاته في الأحيان. مركانه من شابه وتوه حجارة من ناله يميره. ركواته كانت تسمى الصادرة قصعاته الغراء ليست قاطرة. كان له صاع لأجل الفطرة وقعبه كان اسمه بالساعة. كانت له ربعات نيم ربعة كجونة يجعل فيها أمتعة. سواكه ومشكه والمكحلة كذلك المرآة والمقراض له. كان له سرير نهداه له أسعاد وهو ساد استعماله. موشح بالليف ثم وضع عليه لما مات ثم رفع عليه أيضا بعده الصديق كذاك أيضا عمر الفاروق. ذكر الوفود الذين وفدوا عليه صلى الله عليه وسلم. أول وفد وافدوا المدينة سنة خمس وافدوا مزينة. وهكذا سعد بن بكر في رجب وعام سبعة جذام وعقب. الأشعريون ودوس القوم وفي الثمان ألفت سليم. ثعلابة ثمالة والحد فيها وفي التاسع وفد همدان. كذا بنو الدار وفيه في صفر عذرات بعدها بلي وحمير. وبعد في العاشير وفد خولان وكندة وغامد وغس. وفد الرهاويين وفد نجران وفد صدى والأز مع سلامان. بجيلة وحضر موت ناقعوا والحارث بن كعب أيضا أجمعوا. وفيهما مرات عبس أسد وفد تميم فيهم وطارد. باهلة وجعدة فزارة عقيل عبد أشجع كنانة. لقيط بكر وابن عمار قدد ماتا وجوعا وكلاب ووفد. وفد ثقيف مع عبد القيس رؤاس عامر هلال عنسي. أشير تولب وبعض مسلم أما النصارى منه فالتازموا أن يمنعوا أولادهم من صبغة في دينهم وفدوا بني حنيفة. ومن وفود اليمن اليماني وفدوا تجيب طيئ جيشان. كلب خشين ومراد والصدف وقثعم سعد العشيرة ردف. أزدوا عمان وزبيد أسلم وبارق وابن حميد سالم. سعد هذيم جرم بهرى مهرة ووفد جعفي كذا جهينة. سنة إحدى عشرة جاء النقع في مئتين بعد من قبلوا نجع. وفد السباع والذئاب ذكرا في غام
رغبة وغيرها واستنكرا. ذكر أمرائه صلى الله عليه وسلم. أما ربذنا بلاد اليمن ثم ابنه شهرا بصنع يمني وابن أبي أمية المهاجرا كندا والصدف قبل أن سرى لعمله قضى النبي بالموت كذا زياد بن لبيد حضر موت كذا أبا موسى زبيدا وعدا وزمع والساحيل من أرض اليمن كذاك قد ولى معاذا الجند كذاك عتابا على خير بلد كذاك قد ولى أبا سفيان صخر بن حرب بعد ذا نجران كذا ابنه يزيد أي تيماء وابن سعيد خالدا صنعاء كذاك عمرا أخاه وادي القرى وحاكما أخاهما على قرى عرينة كذاك أيضا أعطى أخاهما أبان منه الخط كذلك ابن العاص عمرا بيومان كذا على الطائف ولا عثمان ابن أبي العاص كذاك وليا محمئة الأخماس ثم واليا علي القضاء والأخماس بيمن فكان فيه راسا كذاك أمر ابن حاتم عدي في صادقات طيء وآسدي وغيره من أمراء الصادقة تجمع من قبائل مفرقة وأمر الصديق في الحج لدى سنة 90 وعليا في النداء ألا يحج بعد عامي مشرك ويقرأ السورة خاب المشرك أما الأولى أمارهم في البعث فذكروا في كل بعث بعث. ذكر مرضه ووفاته صلى الله عليه وسلم. مرض في العشر الأخير من صفر أقام في شكواه ذاك 12 أو 10 لو أقام 14 أو 13 قد ذاكر كذا بن عبد البر في ربيع في يوم الاثنين لدى الجميع وفاته إما بثاني الشهر أو مستهل أو بثاني عشر وهو الذي أوراده الجمهور لكن عليه نظر كبير لأن وقفة الوداع الجمعة فلا يصح كونها فيه معا وقيل بل في ثامن بالجزم وهو الذي صححه ابن حزم وكان ذاك عندما اشتد الضحى أو حين زاغ الشمس خلف صرحا غساله علي والعباس وقوثم والفضل ثم ناس أسامة شقران يصببان الماء فأوس حاضر المكان وقيل كان ينقل الماء له وإن عمه لم يشاهد غسله غسيل من بئريه بئر غروس ولم يجرد من قميص اللبس يدلوكه بخرقة علي من تحت
بذاته وهو له ولي بالماء والسدر ثلاثا غسلا وفي ثلاثة ثيابا جويلا وتلك بيض من سحول اليمن ولم يكن قميص في الكفن وقد روى الحكيم أو قد كفنا في سبعة وبالشذوذ وهنا ثم أتى الرجال فوجا فوجا صلوا فرادا ومضوا خروجا ثم النساء بعدهم فالصبية وفي حديث وبه جهالة صلى عليه أولا جبريل ثم أتى ميكال فإسرافيل ثم يليه ملك الموت معه جنوده الملائك المجتمعة وقيل ما صلوا عليه بل دعوا وانصرفوا وذا ضعيف ورووا عن مالك أن عدد الصلاة تسعون واثنان من المرات وليس ذا متصل الإسناد عن مالك في كتب النقاد ودفنه في بقعة الوفاة بخبر الصديق بالإثبات وداخل القبر الأولى في الغسل وقيل لا أسامة وقولي زاد ابن سعد أيضا ابن عوف مع عقيل آمنوا من خوف وفرشت في قبره قطيفة وقيل أخرجت وهذا أثبت ولا حد لحدا له ونصبت عليه تسع لابنات أطبقت وسطحوا مع رشهم بالماء واشترك الأنام في العزاء وذاك في ليلة الأربعاء أو قبلها بليلة الليلاء وقيل يوم الموت بالتعجيل صححه الحكيم في الإكليل وفسر الصديق الصديقة منامها أن سقطت في الحجرة حجراتها ثلاثة أقمار ها خير الأقمار أتاك الدار صلى عليه ربنا وسلم وصاحبيه نعما وأنعما هما الضجيعان من الأقمار قد جاورا في اللحد خير جاري ثم على عثمان مع علي وسائر الأصحاب والولي